أعزائي الطلبة وطالبات، نبدأ اليوم بجزء الثاني من محاضرة الجوبرنر. وقلنا بالمحاضرة اللي فاتت أنه عندنا ثلاث أنواع من السنترفيوغال جوبرنر: البنديوليوم اللي هو الواط، والجرافيتي لودد اللي قلنا يعتمد على الجاذبية على الكتلة الموضوعة على السليف، اللي هنا نوعين: البورتر والبرول. عندنا اليوم النوع الثالث اللي هو السبرينج لودد. وهذا السبرينج لودد العالم او العلماء اللي بدأوا يشتغلون بهذا الاتجاه قال لك احنا ليش نخلي فقط هنا وزن الجرافيتي؟ هذا الوزن اللي اخليه مهما كان حجمه، مهما كان كتلته، ما راح ينطيني سرعة عالية اللي انا اريدها، وبعدين ما راح يخليني اتحكم، يعني ما عندي adjusting يسموه، عملية تحكم بمقدار الكتلة الموضوعة. فقط اضع كتلة وانتهى الموضوع، بعد هي هاي تتحكم الى مدى من السرعة ثابت وانتهى الموضوع. فاجوا هذول العلماء قالوا لا، احنا بدل ما نضع جرافيتي لودد، بدل ما نضع وزن على السليف، لا راح نخلي سبرينج على السليف، وهذا السبرينج راح يضغط عليه ويسلط عليه قوة مثل ما يسلط هذا الوزن الموضوع هنا عند البرول والبورتر، راح يسلط قوة. هذه القوة هي اللي تقوم بعمل الوزن الموضوع، وبعدين أقدر أني أتصرف، أقدر أني أزودها للقوة، أقدر أنقصها مثل ما راح تشوفوا عشوية بالرسم. فإذا هذا راح يكون تطوير وتحسين بالموضوع. أدنى إحنا أربعة مثل ما قلنا بالمحاضرة الفاتت، راح نأخذ فقط الهارتنال، الهارتنال كمثال على هذه المجموعات الأربعة للسبرينج جوفرنر. تعال هنا، يعتبر الهارتنال جوفرنر من أنواع السنترفيوغل اللي هو الطرد المركزي، سبرينج لودد يعني يحتوي على سبرينج هو اللي يقوم بعملية التحميل. لاحظ هذا نموذج من عنده مبسط، هذا السليف اللي هي البوشة المتحركة، هذا عمود الدوران. عندنا هنا هذا الذراع، لا تلاحظ هذا الذراع اللي عليه البول، هذا هنا اللي يسموه المفصل البيفوت هذا، وهذا عندك هنا المفصل تمركز الذراع، هنا ذراعين وعادة ما يكون متشابهين. بعد عندنا هنا شيء جديد بالموضوع، هذا النابض من عنده أخذ الاسم. هذا النابض شوف شو موضوع، يضغط على السليف وبه هنا نت بالأعلى. هذا النت كل ما تضغط عليه أكثر كل ما يصير ضغط على النابض أكثر، وبالتالي راح نحتاج إلى قوة أعلى حتى نحرك السليف، معناها سنترفيوغل أكبر نحتاج، وسنترفيوغل فورس تجي من السرعة، معناها كل ما أضغط هنا أكثر كل ما أحتاج سرعة أعلى حتى ينطيني سنترفيوغل أعلى بالبول، وبعدين تعطيني هنا ضغط بحيث يتحمل أن يضغط على هذا السبرينج وينطيني سنسيتيف أو التحسس الموجود أو الإشعار اللي دا يصير عندي في هذا السليف. إذا هذا النوع أقدر هذا النوع أسيطر على مقدار الأففسي من خلال الضغط والتخفيف على هذا النابض. كل ما أضغط عليه أكثر كل ما أحتاج إلى سرعة أعلى، إذا كل ما أضغط عليه أكثر يعمل مع السرعات العالية، وكل ما أخفف عليه هنا كل ما يقوم يعمل مع السرعات الأوطى. فإذا أنا أتحكم به، وهذا يعتبر تطوير وتحديث لهذا النوع. بالنسبة لنا إحنا اللي يعنينا من هاي المقدمة، شلون راح نبدأ نشتغل بالتحليل مالنا لو جاتنا مسألة؟ شلون راح نقدر نشتغل بالتحليل مالنا؟ قبل لا نبدي لاحظ لي هنا المصطلحات الموجودة عندي. هذا الذراع الأول راح أسميه الأكس، يسموه ذراع الكرة، بول آرم هذا راح نعطيه أو رمز الأكس، وهذا يسموه شنو؟ سليف آرم يعني ذراع، شنو؟ ذراع السليف دائما نعطيه رمز واي. إذا هذا أكس هذا واي في كل المسائل راح يكون هذا ثابت، أكس واي. هذا المفصل نسميه هذا الأو، وهذا يعني باقي الأشياء السبندل السليف إلى آخره كلها ما تعنينا شيء بالحسابات، فقط هذه الأكس والواي والأو على اعتبار العزم ناخذها حوالين الأو. تعال لي على التحليل، شوف هذه الحالتين اللي هي المينيمم والماكسيمم. في حالة المينيمم عندما يكون السبرينج ضاغط إلى الأسفل وسرعة الدوران بسيطة فتنطيني سنترفيوغال هنا ضعيف،
ما ممكن يسحب الذراع إلى الخارج، فرح يكون عندي وضعية الأذرع بهذا الشكل. هذا هو الأكس اللي تشوفه، هذا هو الأكس، هذا ذراع الأكس اللي هو البول، شنو؟ بول آرم. وهذا هو الواي اللي هو السليف آرم. لما يتحركن إلى الداخل، البعد بين مركز الكرة إلى المفصل راح أسميه أكس 1. هذا أكس 1، هذا أكس، هذا أكس 1 اللي هو البعد، وهذا واي، وهذا واي 1. الزاوية المحصورة هنا راح أسميها ثيتا 1 حتى أميزها على الماكسيموم، راح يصير ثيتا 2، هنا ثيتا 1، هذه نفسها هنا ثيتا 1. شنو عندنا بعد من المصطلحات؟ المسافة بين المفصل هذا ومحور الدوران راح أسميها R small، وهي ثابتة، ثابتة بالمسألة ما تتغير. ليش؟ لأن هذا المفصل موقعه بالنسبة إلى هذا ثابت، فسواء كانت حركت الكرة يسار يمين بقت في وضعها، هي الآر تبقى ثابتة لأن هذه بعد المفصل. طيب عندنا الآر 1 وعندنا الأي 1. شنو الآر 1؟ هي المسافة بين مركز الكرة اللي تشوفها وبين محور الدوران هذا، هاي أسميها آر 1، وطبعا راح يصير بالماكسيمم راح يصير آر 2. المسافة اللي بقت، المسافة اللي بقت من مركز الكرة إلى المفصل هذا راح أسميها أي 1، لأنها أحتاجها بالحسابات. هاي راح أسميها شنو؟ أي 1، وأيضا بالماكسيمم راح تسمى أي 2. مفهوم لحد هنا؟ بعد خلينا نجي للقوى. القوة الأولى اللي هي السنترفيوغال فورس، هذه نسميها أوف أوف سي 1. بعد عندنا هنا قوة ناتجة من من؟ قوة ناتجة من وزن السليف، الام كابتل هنا وزن السليف، ركز وياي شوية. بالبورتر كنا نقول هذه الام هي الوزن الموضوع على السليف، لان السليف خفيف، هنا لا، عندنا السليف له وزن، يعني كتلة نعتبرها ام كابتل، وهذه نعتبرها ام سمول، ولذلك هذا يصير ام جي، قوة هذا الوزن مال البول ام جي سمول، مثل ما مشينا بالبورتر ايضا هنا نفس الشيء. هنا الام هذه وزن السليف او كتلة السليف، بعد ما نضربها بالجي راح تصير الوزن. زائدا اس 1، اني راح اسميها اوف اوف اس 1، هذه بخورمي هو يستخدمها اس 1، سميها اوف اوف اس 1 حتى تعرف انه هذه قوة، هذه قوة جاية من النابض في الوضع الاول اللي هو المينيموم، فاسميها اوف اوف اس 1، ودائما تضغط الى الاسفل، فاذا راح يكون اتجاهها مع اتجاه الام جي دائما، فراح نقول ام كابيتال في الجي زائد اوف اوف اس 1 على 2. هذه القوه الثانيه من بعد الاف اوف سي، والقوه الثالثه اللي هي الام جي هذه. اذا عندنا ثلاث قوى في هذا النوع من الجفرنرز، القوه الاولى الاف اوف سي، ثم الثانيه اللي هي جايه من وزن السليف زائد ضغط او قوه النابض مقسومة على 2. وقلنا ليش مقسومة على 2؟ لأن عندنا ذراعين، كل ذراع راح يشيل جزء من هذه القوى، وبالتالي راح تصير مقسومة على 2. بعد لاحظ هاي المسافة من خط المفصل، امتداد الخط المفصل الأفقي إلى آخر نقطة تصل لها، هذا نهاية الذراع السليف، هاي راح أسميها الارتفاع أسميه H1، هذا راح أسميه H1. الثاني بعد بالماكسيموم راح يصير H2 حتى اعرف شنو الفرق بيناتهم. هذا كل هذا هنا بالنسبه للوضع الاول اسميه 1، وبالنسبه للوضع الثاني اسميه 2. هذا اذا عندنا H1، نفس الكلام اللي حكيناه على هذا الاول يعاد هنا في الثاني، نفس الشيء. عندنا هذا الار، لاحظ هذا ثابت، ولكن هاي المره الار 2 مو مثل هنا الار 1، ار 1 دخلت الى الداخل وصارت اصغر من ار، بينما هنا لا، لأن الكرة ابتعدت إلى الخارج مع السرعات العالية، يصير سنترفيوغال عالي فتبتعد إلى الخارج، فصير R2 أكبر من R1. R2 هاي ملاحظة مهمة انتبه عليه، هنا R1 أصغر من R، بينما هنا عندنا R2 أكبر من R. ولاحظ أن A2 هو بعد مركز الكرة عن هذا المفصل الثابت، هذا هو A2. ونفس القوى الموجودة FFC2، عندنا هنا MG زائدا، هذه مو 1، هاي هنا اكو خطا عندنا بالرسم من المصدر، هذه اوف اوف اس 2، صلحها عندك اذا موجوده بالشيت صححها، اوف اوف اس 2 هاي هنا تكون. ليش 2؟ لان
عندنا الوضع الثاني، وهذه قوة النابض في الوضع الثاني مقسومة على اثنين. وعندنا الارتفاع راح يكون اتش ايضا من نهاية الذراع الى الامتداد الافقي، هذا هو الاتش 2 الى الاعلى. تشوفه الاتش 2 مع الاتش 1 مجموعهم ينطني توتال ليفت، هذا الاتش الكلية من اسفل نقطة الى اعلى نقطة، هذه اسفل نقطة وهذه هي اعلى نقطة، هذه هي الاتش الكلية مالت الجبرنار اللي هي صعود ونزول السليب، وتعطى بالمساء المرات يقول لك هل قد حركتها، فاذا الاتش تساوي كذا. بعد عندنا هنا نفس الشيء، هذا الاكس وهذا الواي، وهذا شرح شوي مفصل للرسم، وهذا الرسم مطلوب منك تحفظه لان كل مسألة راح تجيك تحتاج ترسم هذا، فدائما ترسم المينيمم والماكسيمم، احفظها نلزم ورقه وقلم، اقعد احفظ هذه الرسمات الاثنين على الورقه بايدك، مو تقعد بس تباع عليها، ارسمها بايدك حتى تعرف وين يصير الار 1 والار 2، وين يصير الار، وين يصير الاي الى اخره. تعال هنا المصطلحات الموجوده عندنا، الام ماس اوف ذا بول، الام كابيتال ماس اوف ذا سليف، هالمره سليف مو كتله، ار 1 ار 2 شنو هي، مينيمم وماكسيمم رادي اوف ذا روتيشن ان مترز، مترز او مليمتر حسب ما يعطيك المساله، الاوميجا والاوميجا 2 هاي الماكسيمم مينيمم انجولار فيلوسيتي، هذا عندك اس 1 واس 2، لا انا ما راح اسميها اس 1 واس 2، اسميها اوف اوف اس 1 واوف اوف اس 2، اعتقد صلحت لك اياها بالشيت، اوف اوف اس 1 واوف اوف اس 2 حتى تبين هذه قوى ناتجه من ضغط السبرينج، اوف اوف اس 1 اوف اوف اس 2 اللي هي سبرينج فورس اون ذا سليف. بعد الاوف اوف سي 1 الطرد المركزي الحاله الاولى المينيمم بالماكسيمم، ومقدارها شنو، ام في اوميجا 1 سكوير في الار اذا كانت مينيمم، وام في اوميجا سكوير في الار 2 اوميجا 2 سكوير في الار 2 هاي اذا كانت شنو في حاله الماكسيمم. الاس هذه المصطلح الجديد راح يدخل عندنا اليوم، الستيفنس اوف ذا سبرينج يعني صلابه السبرينج، صلابه السبرينج كل ما كان صلابه السبرينج اكبر كل ما كان هذا المقدار اكبر، وتكون وحداته بالنيوتن على المليمتر، يعني القوه اللي يحتاجها هذا النابض حتى ينضغط بالنسبه الى المليمتر الواحد، هاي يسموها الصلابه. وياي الاكس طول الفيرتيكال او البور ارم، الاكس اللي هو طول البول ار، والواي اللي هو لينث اوف ذا هوريزونتال او السليف ار، والار هي ديستانس اوف ذا فولكروم، فولكروم يعني مركز دوران، مركز دوران ثابت يسموه فولكروم، او فروم ذا جوفرنر اكسس تو ذا اور ذا ريديوس اوف ذا روتيشن، وهذه حسب ما هو ينطق اياها بالسؤال، اغلب الحين يقول لك ريديوس اوف ذا روتيشن، راسا تعرف انه ريديوس هو الار. تعال لهنا من هاي الرسمه اللي شرحناها قبل شويه، راح ناخذ تحليل بسيط شلون نحلل وشلون ناخذ العزم حول المفصل، لان هذا بكل مساله تجي، راح ناخذ العزم حول المفصل في حاله المينيمم، وناخذ ايضا العزم حول المفصل نفسه في حاله الماكسيمم، حتى احسب شنو عندي شيء مطلوب، سواء كانت الاوف اوف سي يطلبها او يطلب الاوف اوف اس او يطلب اي شيء بالمساله، وزن السليف احيانا شنو اللي يطلبه، نقدر نطلعه من خلال هذا العزم اللي ناخذه. نعتبر انه في حالة استقرار عندنا at the minimum position the moment about O فليكروم اللي هو العزم حول نقطة O، هذه شو راح يكون عندنا في حالة المينيموم، كم قوة عندنا؟ ثلاثة، هذه وحدة، هاي اثنين، وهاي ثلاثة، وكل وحدة ذراعها معلوم، كل وحدة ذراعها معلوم. خلني نجي نقول ال F of C شنو ذراع القوة مالتها بالنسبة إلى O، اللي هي شنو؟ اللي هي الـX1، مو؟ الـX1 شو تساوي؟ لو جينا للزاوية هاي ثيتا 1 راح تساوي مجاور الزاوية، إذن هي X اللي هو الوتر في كوساين ثيتا 1، شوف أف أف سي 1 أف أف سي 1 مضروبة في X كوساين ثيتا 1، تشوفها؟ هذه عكس عقرب الساعة، مطروح منها هذه مع عقرب الساعة الام جي اللي هي ام جي في شنو، ام جي شنو البعد مالتها، هذا تلاحظ البعد مالها من مركز الكرة الى هذا المحور، اي بين قوسين هي اي 1، شلون احسبها اي 1، اي 1 هي مقابل الزاوية ثيتا 1، اذا هي تعتبر شنو، تعتبر ساين الزاوية، ولذلك راح اقول ام جي في ساين في اكس
ساين ثيتا. إذا كانت موجودة عندك بالشيت X1 صلحها تصير X مو X1، X وهنا أيضا X، لأن هذا الوتر احنا نحتاج وتر، قد يكون بالخطأ مكتوبة فصححها إذا مكتوبة X1. بعد في ساين ثيتا 1 عندنا هاي القوة مع عقرب الساعة فراح تكون، راح تكون أيضا سالبة ام جي زائدا اف اوف اس 1 على 2 مضروبه في مسافتها. مسافتها شنو هي؟ مجاور الزاويه ثيتا 1، هذا تشوفه مجاور الزاويه ثيتا 1، ولكن هنا في هذه النقطه وليس هنا. ايش راح يكون المجاور مالها؟ واي في كوساين ثيتا 1، هذا واي في كوساين ثيتا 1. هذه ابني، هذا ابنائي تحفظوه مو تحفظوه كشس، ولكن حسب المينيمم دائما هذا هو، دائما هذا هو ينحفظ. كل ما تجيك مسألة بها المينيمم من تجي تطلعها رأسا تقول اف اف سي 1 في اكس كوساين ثيتا 1 ناقصا ام جي في اكس ساين ثيتا 1 كذا تساوي صفر. وياي هذا ينحفظ كخطوة وينحفظ كداتا يعني، حتى لا يصير عندك خطأ لما تجي الامتحان تقوم تباع هذه وهذه والوقت يضيع عليك. لا، ان هذني معلومات بس تفهمها اريدك تحفظها، ولو انا ضد عمليه الحفظ ولكن حتى تسهل عليك الحل بسرعه وبدون ما تخطا، والوقت ايضا عامل، الوقت مهم. من هنا لو قسمنا كل الحدود هذه على الاكس كوساين ثيتا 1 ونقلنا هذني الحدين الى ما بعد اليساوي حتى نطلع الاف اوف سي 1 شنو مقداره، فراح تكون اف اوف سي 1 هذا راح يكون ام جي في تان ثيتا 1، وهذا راح يكون شنو؟ راح يكون ام جي زائدا اف اوف اس 1 على 2 في واي على الاكس، لان الكوساين مع الكوساين تختصر فيصير واي على الاكس اللي هو طول الاذرع، وهذا دائما التان مال ثيتا نعتبرها صغيره دائما، فدائما نعتبر هذا صفر مثل ما راح نشوفه خلال المحاضره. هاي الام جي في تان ثيتا 1 دائما نعتبرها شنو؟ صفر، نهملها. فالاف اوف سي 1 تساوي هذا الحد فقط، تساوي هذا الحد فقط. بنفس الطريقه، نفس الطريقه راح اجي اخذ العزم حوالين النقطه او عند الماكسيمم، وراح بعد ما ايضا راح اقسم على الكوساين ثيتا 1 راح تطلع لي الاف اوف سي 2 هالمره تساوي هذا الحد، راح يصير موجب، وهذا الحد راح يساوي سالب، راح يصير ام جي في تان ثيتا 2، وهذا ايضا قلت لك دائما يساوي صفر، فهذا هو الحد اللي شنو؟ اللي يمثل، اللي مثل اف اوف سي 2. تعالي للتحليل، اريد احسب الاف اوف، اريد احسب العفو الاس، واريد احسب توتال اتش اللي هي توتال ليفتنج. شلون احسبها؟ ات ثيتا 1 اند ثيتا 2 ار فيري سمول، يعني في حاله ان تكون ثيتا 1 وثيتا 2 فيري سمول راح نشطب الام جي في التان ثيتا بالنسبه لل1 وام جي في تان ثيتا 2، نهملهم اثنين، فراح تكون اف اوف سي 1 مثل ما قلت لك ام جي زائد اف اوف اس 1 على 2، وهذه اف اوف سي 2 ام جي زائد اف اوف اس 2 على 2 ايضا في الواي على الاكس. ناخذ الفرق بيناتهم لان نحتاجه بالتحليل. اف اوف سي 2 ماينس اف اوف سي 1 راح تساوي اف اوف اس 2 لان تختصر الام جي من الجهتين، اف اوف اس 2 ماينس اف اوف اس 1 على 2 في الواي على الاكس، وهذه الحقيقه علاقه احتاجها في التحليل. راح اطلع من عندها علاقه اخرى تقول اف اوف سي 2 ماينس اف اوف سي 1 بعد ما اضرب طرفين في وسطين تساوي 2 في اف اوف سي 2 ماينس اف اوف سي 1 في اكس على واي، وهذه ايضا احتاجها. توتال ليفت اللي هو الحركه الكليه المن للسليف اللي نسميها اتش، خلي بصفها شيء قوسين بين قوسين اتش، اتش تساوي اتش 1 زائدا اتش 2. خلينا نجي للاتش شو تساوي؟ الاتش تساوي واي في ثيتا 1 لان هي عباره عن قوس بالحقيقه، حركه ذراع قوس عباره عن طول الذراع اللي جاي يدور في الزاويه المحصوره، عباره عن قوس. تعالي للرسم لاحظ هاي هنا من جاي تتحرك هي عبارة عن حركة قوس بهذا الشكل، حركة قوس أو تقدر تقول هي عبارة عن ساين الزاوية. فحتى تحسب هذا الساين شنو؟ نقول واي في ساين ثيتا، وثيتا هي صغيرة فراح نقول واي في الثيتا.
هذه طريقة تقدر تحسبها. طريقة ثانية عن طريق القوس، تقول حركة هاي النقطة R حركة قوس من هذا الخط إلى الأعلى، والقوس هو عبارة عن شنو؟ عن طول الذراع في الزاوية المحصورة واي في الثيتا. إذا بطريقتين راح تعطينا نتيجة واحدة، إنه هو واي في ثيتا 1 زائدا واي في ثيتا 2 وتساوي واي في ثيتا 1 زائدا ثيتا 2. تعالي إلى ساين الزاوية. ساين الزاوية ثيتا 1 شو تساوي؟ R و R ماينس R1 على الأكس. خلنا نرجع للرسم. هاي الثيتا ساين مالها شو يساوي؟ R الكلية ماينس R1 مقسومة على شنو؟ هذه مقسومة على الوتر X، فراح تصير شنو؟ R ماينس R1 على الأكس، وتساوي ساين الزاوية بما أنه صغير راح تساوي نفس الزاوية تقريبا ثيتا. نفس الشيء هذا R2 هالمرة، لأن R2 هو الأكبر، R2 هو الأكبر ماينس R مقسوم على X وينطينا ثيتا 2. إذن ثيتا 1 وثيتا 2 أصبحت معلومة، وهاي 2 small angle لأن ساين الزاوية يساوي الزاوية نفسها، وهذه ملاحظة دائما تتكرر عندنا في محاضراتنا. total left اللي هو الاتش راح يصير بعد ما اجي اعوض عن ثيتا 1 وثيتا 2 راح يكون واي في هذا المقدار زائدا هذا المقدار، وبالنهايه الاتش راح يساوي واي على الاكس في ار2 ماينس ار1، وهذا قانون نحفظه تقول انه الاتش اكتب عليها اتش حتى لا تنساها تساوي واي على الاكس في ار2 ماينس ار1. بما ان الاف اوف اس 2 ماينس اوف اوف اس 1 وتساوي الاتش في الاس، هذه منين جتي؟ هذه منين جتي؟ هاي تكتبها على شكل ملاحظه هنا بصف، اكتب لي على شكل ملاحظه. الاس تساوي دلتا اف اوف اس، يعني التغير بالقوى دلتا اف اوف اس بالبسط مقسومه على اتش. خليني اعيدها، الاس اكتب هنا الاس تساوي الفرق اللي هو دلتا اف اوف اس، الفرق في قوة السبلينج العليا والدنيا دلتا اف اف اس مقسومة على الاتش، مقسومة على الاتش اللي هي مسافة ليفتنج اوف ذا سليف، يعني مسافة ترحيل او حركة السليف. اذا الاس تساوي دلتا اف اف اس على الاتش، ومن عندها راح نقول دلتا اف اف اس تساوي الاتش في الاس. هذا هو. هذه هنا اكتب فوقها دلتا اوف اوف اس، هاي فوقها دلتا اوف اوف اس، وهذا كلها منها هذه اتش، فاكتب فوقها اتش. اذا الدلتا اوف اوف اس تساوي الاتش في الاس. وياي؟ طيب بالنهايه راح تنطيني انه الاوف اوف سي ماينس اوف اوف سي 1 تساوي الواي على اكس تربيع، بعد ما اعوض هنا في هذا الفرق بيناتهم. مو احنا قلنا اف اف سي 2 ماينس اف اف اس 1، هذا عندنا هو نفسه، راح اجيبه اصعده هنا واقسم الاثنين مع الاثنين راح تروح، راح يصير عندي اف اف سي 2 ماينس اف اف سي 1 في واي على واي تربيع على اكس في الاس. طيب بالنهايه هذا هو القانون اللي انا اريده، اللي اقول انه الاس تساوي 2 في الواي تربيع على اكس تربيع في هذا المقدار، وهذه الستيفنس اوف ذا جوفرنر سبرينج وذاوت فريكشن فورس. ملاحظه مهمه خلي جواها خط، وذاوت فريكشن فورس يعني اذا بالسؤال قال لك اهمل الفريكشن فورس تستخدم هذا، صلابه النابض تنقاس بهذا الشكل بعدم وجود الفريكشن، لكن اذا وجدت بعد شوي راح نعرف شلون تصير وين تنضاف. الفريكشن فورس هي قوة معرقلة تنحسب بالحسابات إلا إذا هو قال لك اهملها، إذا تهملها فإذا الاستفنس تنحسب بهذا الشكل، وإذا لا انطاك إياها فلازم تحسبها بالحسابات. تعالي إلى هذه الملاحظات. When friction force is taken in the account the weight of the sleeve mg will be replaced by، يعني ال mg ما راح تكون mg وحدها، راح تكون يا اما زائد الاف اوف ار يا اما ناقص الاف اوف ار، وهذه بعد شوي راح اوضح لك اياها بالرسم، خليها هسه اجلها. اذا الاف اوف ار يا اما تنجمع مع الام جي يا اما تنطرح من الام جي، وراح نشوفها بعد شويه من خلال المحاضره. The centrifugal force of اف سي for any position between minimum and maximum positions at radius of rotation r
obtained يعني نحصل عليها أو نحسبها as below. هذا شنو الـ F of C. الـ S تساوي هذا القانون مالنا at R radius. طيب الـ S stiffness لما تكون عند الـ maximum position ايش راح تكون؟ بدل ما R minus R1 راح تكون R2 minus R1. R2 minus R1 لأن عندنا الـ R2 هي الأكبر. فإذا من العلاقتين بعد ما نساويهن تنطرح عندنا الـ X على الواي تربيع وتنطرح من عندنا الاثنين راح نحصل على علاقة بعد ما نفتحها ونبسطها نحصل على علاقة تقول الـ F of C تساوي الـ F of C1 في هذا الحد مضروب في F of C2 minus F of C1. هذه شنو هي centrifugal force at any position، يعني هذه قوة الطرد المركزي في أي وضع، في أي وضع احنا نريده، في أي وضع احنا نريده بعد ما نحسب الـ F of C1 والـ F of C2. إذا بدلالتهن هذين الاثنين راح نقدر نحسب الـ F of C في أي وضع. وهذه مرات من ضمن مواصفات الجوفرنر، يقول لك إنه centrifugal لهذا الجوفرنر تساوي كذا. شنو يقصد بها لما ما يحدد لك، ما يقول لك F of C1 ولا F of C2؟ إذا ما حدد لك يقصد بها هذه، يقصد بها هذه اللي هي العامة centrifugal force at any position هذه. وإحنا عادة يعني قليل ما نحتاجها بحساباتنا إحنا دائما، ولكن قد تجينا في المسائل فهذه نحفظها اللي هي F of C تساوي هذا المقدار. تعال هنا هذا النوع الثاني من centrifugal governor spring loaded type اللي هو الويلسون هاردنر، وقلنا هذا ما داخل عندنا، هذا فقط للإطلاع، اكتب عليه للإطلاع، الوضع ما يساعد، ما عندنا وقت احنا لهالتفاصيل. هذا شنو سوى هنا هذا العالم؟ هذا ويلسون هاردنر اشتركوا مع بعض في هذا الاكتشاف او الاختراع، وضافوا نابض اضافي بالاعلى بين الكرتين ونابض هنا مع الذراع حتى يزيدون من الكفاءة ويخلون هذا الجوفرنر يعمل بسرعات عالية جدا، زيد الكفاءة مالته. فإذا هذا النوع احنا ما يعني ما راح ندخل على تفاصيله، اعتبره للاطلاع، اكتب على هذه الورقات كلها للاطلاع، ما ندخل على تفاصيله. وروح لي قبل على صفحة رقم، على صفحة رقم، لحظة خليني اشوفها، صفحة رقم 12، على صفحة رقم 12 اللي هي كاركترستيك اوف جوفرنرز، يعني مواصفات او خواص الجوفرنرز، وهذه تشمل كل الجوفرنرز، خواص عامة أو صفات عامة لكل جوفرنر. هذه الصفات، أول واحدة اللي هي stability of the governor، يعني استقرارية الجوفرنر. شنو stability؟ يعني استقرارية. شنو معنى استقرارية الجوفرنر؟ شو وقت يكون الجوفرنر will be stable؟ شو وقت يكون stable؟ لما يكون فيه خاصية زيادة مقدار الار مع السرعة ونقصانه مع نقصانه. شلون بالله؟ لما نزيد السرعة الار عندي المسافة بين الار1 اقصد والار2، الار1 هي المسافة بين البول والمحور مال الدوران، فاذا زادت السرعة الار1 ايش راح يصير بها؟ تزداد، واذا نقصت السرعة راح تقل. مو الار، انتبه عليه، الار ثابتة قلنا ما تتغير، الار هو بعد المفصل مال دوران الذراع فما يتغير مالت الاو. احنا نروح على الار1، الار1 اذا زادت مع زيادة السرعة ونقصت مع نقصان السرعة بشكل طبيعي، اذا هذا نسميه stable governor. احيانا انت تزيد السرعة ولكن الار ما تزيد، الار1 تبقى ثابتة، معناها انه هذا الجهاز او هذا الجوفرنر مدى يشتغل ضمن هذا المدى اللي جاي تشتغل به انت، ما جاي يشتغل ضمن هاي السرعة اللي انت جاي تحدد، اذا هذا يعتبر غير stable، unstable. لازم انت تزود السرعة حتى تصير عندك هذا الخاصية. فإذا الستابلتي الآن وضحت، خلنا نجي إلى السنسيتيفيتي أوف ذا جوفرنر. شنو معنى هذا المصطلح؟ هاي الحساسية، حساسية الجهاز. شنو الحساسية؟ يقول لك هي amount of the response of the governor sleeve to lifting. وياي؟ يعني حساسية أو استجابة، ريسبونس يعني استجابة، استجابة السليف للحركة مع دوران الكرات. كلما كانت هاي الاستجابة سريعة يعني مع بداية الحركة استجاب عندك السليف، إذا هذا السنسيتيفيتي مالته عالية. وكل ما كانت الحركة بطيئة وما تتجاوب مع حركة دوران الكرات، فإذا راح تكون السنسيتيفيتي مالته شنو؟
قليلة، وهذه جدا مهمة، لأنه من ضمن المواصفات اللي تعطى بالإضافة للستابلتي راح يقول لك حساسية الجهاز كذا، وهذا راح نعرف بعد شوي شلون نحسبها. إذا سنسيتيفيتي مالت الجهاز كذا، فكل ما تكون سنسيتيفيتي العفو عالية كلما كان الجهاز أفضل بكفاءة أعلى. طيب شلون نحسبها هاي الحساسية؟ شلون نحسبها؟ الان 1 هي المينيمم سبيد، والان 2 هي ماكسيمم سبيد. المين ما راح تكون ان 1 زائد ان 2 على 2. اذا الجوفرنر سنسيتيفيتي اللي هي الاس، اللي هي الاس، و هي احاول انا اغيرها عن الستيفنس. يلا خلينا نشوف من خلال البحث شلون نقدر نفرق بيناتهم. اذا ان 2 اللي هي الحساسية تنحسب من خلال ان 2 ماينص ان 1 على ان، او الاثنين في ان 2 ماينس ان 1 على، هذه ماكو داعي لها زياده. يا اما ان 2 ماينس ان 1 على ان، او اوميجا 2 ماينس اوميجا 1 على ان، حسب المعطيات راح تنطيك الحساسيه. وياي هذا القانون ينحفظ، هذا القانون ينحفظ، لانه بعد ما تعرف السرعه الابتدائيه والسرعه النهائيه يعني الماكسيمم والمينيمم راح تقدر شنو؟ تقدر تحسب هاي الحساسيه. بعد الايفورت اوف جوفرنر، هذا مصطلح ايضا رقم 3، مصطلح الثالث. احنا تقريبا 4 مصطلحات هن ذني راح يكون المهمات ونحتاجها بشغلنا. الافورت اوف جوفرنر يعني جهد الجوفرنر. شنو هو الافورت؟ الافورت اوف ذا جوفرنر هي القوه اللازمه لتحريك شنو؟ السليف. شوف فورس اكزيرتد المسلطه ات ذا سليف فور جيفن ا ليفت عند السليف، يعني تنطيه حركة. إذا القوة اللازمة لحركة السليف أسميها الأفورت أوف جوفرنر، وهي دائما نريدها تكون يعني واطئة. ليش؟ حتى يتحرك عندي، يصير حساس ويتحرك عندي مع أقل قوة مسلطة عليه. هذه القوة راح أسميها بي، وتنحسب بهذه الطريقة: سي كابيتال في الأم زائدا أم كابيتال في الجي، where سي إز percentage increase in the speed، وهذا خليها بالمربع او خلي جواها خط. percentage increase in the speed يعني السرعه او النسبه المئويه للسرعه اللي تصير لزياده السرعه اللي جاي يصير عندي داخل جوفرنر، وهي دائما تعطى بالمساله. يقول لك نسبه زياده السرعه مقدارها كذا، عرفت شلون؟ فتجي تضربها بالام مالت البول في الام كابيتال مالت السليف في التعجيل الارضي، راح تنطيك القوه اللازمه لتحريك السليف. واذا كان عندي فريكشن او قبلها، احنا البي نقدر نحسبها بطريقه ثانيه بدلاله الاستفنس، تقول انه البي تساوي الاف اوف اس 2 ماينس اوف اوف اس 1 على 2، ودائما بما انه هي قوه فوحداتها نيوتن. هذه طريقة أخرى. أنا عندنا قانونين، هذا خليه أيضا بمستطيل، هذا خليه بمستطيل. أحيانا نستخدمه بالمسائل للسهولة، إذا كان عندي الـ FFS1 والـS2 معلومة فأقدر أطلع من عندها الـP مباشرة بدون ما أقعد أنا أقسم هذولا إذا كان واحد منهم مجهول، أو أطلع هاي الـP وأرجع هنا أطلع أحد المجاهيل اللي عندي حسب ما يعطى بالسؤال. والـP تساوي C في الـMG، أدخل MG للداخل، هذه G دا عفو للداخل، زائد او ناقص الاف اوف ار اذا عندي فريكشن، لان دائما الام جي تنقرن بها الاف اوف ار اذا كانت موجوده بالسؤال، مثل ما راح نشوف بعد شوي. بعد الباور اوف ذا جوفرنر، هذا المصطلح الاخير. الباور القدره مالت الجوفرنر هي شنو؟ الورك، الشغل المنجز على السليف حتى شنو؟ حتى يسوي لي الحركه الليفتنج او الاتش مالته. هذا الشغل اسميه شنو؟ الجوفرنر باور. هذا الشغل اضربه في الارتفاع اللي هو البي في الاتش، ينطيني شنو؟ ينطيني الجوفرنر باور. وهذا دائما المصطلح خليه بالعفو، هذا القانون خليه بمستطيل. الجوفرنر باور يساوي البي في الاتش اللي هو توتال ليفتنج، هذا ينحفظ. اذا قال لك اريد الباور مال الجوفرنر، راح راسا تضرب البي اللي هي المين افورت، هذه بعد ما تطلعها المين افورت تضربها في الاتش، راح تنطيك شنو؟ تنطيك الجوفرنر باور. طيب اذا راد يعني الباور، معناها لازم اطلع الافورت اللي قدام اني بعدين اضربها في الاتش حتى تنطيني الباور. تعال هنا، هذا المصطلح، هذا الاخير، الملاحظه الاخيره اللي اجلناها، وقلنا اذا انطانا الفريكشن وقال خذها